انطلاقا من امتلاكي لحق تقرير المصير أسوة للشعوب الأخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية التأكيد على قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي سبق اتخاذها في الدورات السابقة والتي ترمي باختصار الخروج من الشروط المجحفة لاتفاقيات أوسلو، يعني بمعنى إنهاء المرحلة الانتقالية، فك الارتباط بالاحتلال، وقف التنسيق الأمني، تعليق الاعتراف بإسرائيل أن تعترف بنا كدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران بعاصمة القدس، وعودة اللاجئين، وقف الاستيطان إلى آخره. يعني كل هذه القضايا نريد التأكيد عليها. نريد التأكيد أيضا على قواعد الاشتباك بيننا وبين العدو الإسرائيلي التي ترمي إلى تأكيد المراجعة المنهجية لتلك الاستراتيجيات التي تؤدي إلى دعم النضال الوطني الفلسطيني بالعمق العربي والإقليمي والدولي، التي ترمي أيضا إلى استحداث قيادات ميدانية تواجه الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان يعني بأقصى درجة ممكنة من التضامن والتوحد والتماسك. يعني كل هذه القضايا مطروحة على جودة أعمالنا ونحن نسعى. هي قضايا ليست بالجديدة أستاذ فهد، ولكن الأوضاع الدولية والأوضاع حتى الفلسطينية هي أوضاع حقيقة في تطور سريع وشديد، وأعتقد أنها في المرحلة الراهنة ليست في صالح الفلسطينيين. فهل هناك من خطوات عملية ربما يعني تتوقعون أن تحدث هذه المرة من خلال هذه الاجتماعات؟ لأنه أعتقد من 2008 الكثير من الاجتماعات للفصائل الفلسطينية في عدة عواصم عربية وعلى رأسهم القاهرة أبرمت، ولكن هل يجوز سؤال ما الجديد ربما في ظل التطورات الدولية والعربية؟ هنالك قديم هنالك جديد. يعني القديم يتمثل بدور مصر الشقيقة، نعم، التي احتضنت معظم اللقاءات الفلسطينية، معظم جولات الحوار الفلسطينية. طبعا هنا توجه بالشكر لمصر، للرئيس السيسي الذي أتاح لنا المجال لكي نجتمع مرة أخرى، لأن الدور المصري هو دور إيجابي، يوفر أجواء وشروط إيجابية لنجاح هذا الحوار أو هذا اللقاء. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نعتقد أنه بإمكاننا نعتمد على نضال شعبنا رغم الجبروت الاحتلالي الإسرائيلي والبطش الذي يلجأ إليه والاعتقالات التي يقدم عليها والجرائم التي يقترفها إلى آخره. الشعب الفلسطيني ما زال صامدا، ما زال مقاوما، ما زال واقفا على قدميه ويقاتل ويناضل ويصمد وينتفض إلى آخره. وكل الاعتداءات التي حاولت إسرائيل من خلالها أن تطوع الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني لم تفلح، لم تنجح. هذا هو الاعتماد الرئيسي الذي نراهن عليه، الرهان على الشعب، مقاومة الشعب وتضامن الإخوة العرب. يعني كما ذكرت الدور المصري مهم بهذا الإطار، وكذلك دول يعني دور دول أخرى كانت باستمرار تنظر بعين التضامن والحدب والمحبة الدافئة تجاه الشعب الفلسطيني وتسعى بكل قواها لمساندته في نضاله.